اهلا بحضراتكم، وطبعا نستكمل حوارنا الرائع مع العائله الاهلاويه الكبيره. لكن خلينا نتكلم سريعا على تصريح صلاح، محمد صلاح. طبعا النهارده كان بيقام تكريم ليه من قبل اللجنه الخماسيه ووزير الشباب والرياضه، يمكن قال تصريحين مهمين جدا، قال برضو يعني كذا تصريح، لكن الاجمل في تصريحات محمد صلاح انه طبعا يعني الكابتن محمود الخطيب وجوده في هذا الحفل كان بالنسبه له شيء اكتر من رائع، وانه بيعتبر الكابتن محمود الخطيب هو مثل الاعلى ليه خلال مشواره كلاعب وكمان مشواره على مستوى كرة القدم. ده طبعا شيء جميل جدا. على الجانب الآخر طبعا صلاح كان بيتكلم على مشواره الطويل، وان يمكن والدته بشكل او باخر كانت هي اللي واقفه في سكته شويه، لكن والده هو اللي ساعده انه يخش طبعا مجال كره القدم ويبقى نجم كبير من اساطير كره القدم على المستوى العالمي بشكل كبير جدا. ومحمد صلاح كمان بياكد من خلال برضه تصريحاته شكره طبعا لسياده الوزير واللجنه الخماسيه، وبيوعد ان شاء الله انه دايما هيكون تحت امر مصر في جميع الاوقات، هو ابن من ابناء هذا الوطن ودايما لا يبخل جهدا ولا مجهودا على منتخب بلده. طبعا كلام يعني كلام مهم جدا من نجم كبير.